الطريق وصولا الى سلاح حزب الله وصولا يعني اليوم وصولا الى اي سلاح ميليشياوي باستثناء سلاح المقاومه يعني حزب الله مثلا. يا ريت يا ريت في له كلمه ممكن يا ريت يجي الرئيس الاسد يجي يلقي كلمه ب 14 شباط اهلا وسهلا فيه. اصلا لو من اول اليوم انا واحد الناس اللي حكيت انه يا ريت الرئيس اسد بيجي على لبنان وبفوتوا بيهجموا بدنا نعمله بننهي الخلاف. انا طلعت قلت على التلفزيون العربيه من انه يجي الرئيس اسد بخطوه جريئه ويدخل على لبنان ويجتاح اللبنانيين وانه 1 2 3 4 حتى ما يبين سوريا بموقع المتهم اللي عم ترد على الهجوم. اذا بيجي الرئيس اسد تكون خطوه ممتازه، يجي على ذكرى الرئيس حريري ويلقي كلمه اهلا وسهلا وممتازه.